تبذل الدولة المصرية جهوداً حثيثة فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها، وخصصت من الموازنة العامة ما يزيد على 1 تريليون جنيه لها خلال 8 سنوات السابقة، وذلك بمعدل نمو 95% مقارنة بالفترة ما بين عامي 2007 و2014. وقد ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 2013-2014 إلى 312 مليار جنيه عام 2020-2021 بمعدل نمو بلغ 36%، وتضم برامج الحماية الاجتماعية ومبادراتها المختلفة دعم السلع التموينية، حيث بلغ إجمالي مخصصاتها حوالي 559 مليار جنيه يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن بمعدل نمو 193%، وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيه حالياً بنسبة نمو 233%، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي. وأطلقت الدولة برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة في مارس 2015 ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وقد بلغت قيمة المخصصات لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة نحو 121 مليار جنيه بمعدل نمو 591%، وهو ما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بمعدل 141% من 1.7 مليون أسرة في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة في 2022. كما شهدت الدولة انخفاض معدلات الفقر باثنين نقطة مئوية بين عامي 2017-2018 و2019-2020 للمرة الأولى منذ 20 عاماً، كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في تحسن مؤشر جودة الحياة في خفض معدل الفقر بنحو 11 نقطة مئوية. هذه البرامج تشمل 20% من سكان مصر، ويتم استهدافهم ببرامج الحماية المدنية للتخفيف من الأزمة العالمية نظراً لارتفاع أسعار السلع، مع استمرار الدولة المصرية في البرامج المعاونة مثل السكن كريم ووصلات الكهرباء والغاز والسكن البديل ونظام المعاشات والزيادة التي حدثت فيها. من هنا نجد أنه في إطار توجيه القيادة السياسية بتخفيف العبء على أكاهل المواطن المصري، تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً باتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى دعم المواطن.